كان عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. واحد يعني امرأة كانت تسكن مع ولدها وعيال ولدها، وبعد كده لما ابنها ده راح يسكن عند أبوه اللي هو طليق هذه المرأة، راح يسكن عند أبوه، فهي راحت علشان تسكن معاه، فبالتالي إخواتها عشان طبعا صعيد وكده إخواتها أخدوها علشان ما ينفعش تروح هناك وتسكن عند طليقها، وخاصة إن الناس هناك في الشارع هناك وفي القرية هناك طلعوا عنها كلام سيء جدا جدا في أرضها يعني، وكلام سيء عنها، فإخواتها لما أخذوها هل بذلك ظلموها؟ لا لا، ما ظلموها، هي التي تعرض نفسها للفتنة بالذهاب إلى طليقها، فطليقها رجل أجنبي عنها، نعم طليقها رجل أجنبي عنها. نعم هي بتسمعك دلوقتي يا شيخ، وهي للأسف عمالة بتدعي على اخواتها اللي هم اخدوها، لا مع لا انهم لا، يعني هي هم اخدوها حفاظا على كرامتها، ويشهد الله ان هي ساكنة في بيت وحدها اسمع وبيت ما شاء الله الكلام فوق بس، ذلك عليه يعني. اسمع الكلام بس، قبل كرامتها دينها، نعم قبل كرامتها دينها، دينها أنها تذهب لطليقها الذي انتهت عدتها منه، وتعرض نفسها للفتنة به وتعرضه للفتنة بها، هذا لا يجوز لها. بارك الله فيك، هم مشكورون. كده الخط فصل يا شيخ. كنت بسألك على الست اللي هي اخواتها اخدوها. ما أجبناك بما فيه كفاية. لما الخط فصل يا شيخ ما سمعتش حضرتك. إخوانها مصلحون حفظهم الله وسلمهم الله، وهي ليست بسديدة في فعلها الذي فعلته، وتعرض نفسها للفتنة وتعرض طليقها للفتنة، فنوصيها بتقوى الله والرجوع إلى بيتها ووقارها وحشمتها ودينها.